كيف تشوف هذا الماتش ديال المغرب مع الجزائر خاصة انه نهائي قبل الاول؟ اكيد انه مباراه كبيره كتسنانا غدا غادي تكون مباراه يعني قويه، ولكن ان شاء الله احنا محضرين لها بشكل جيد، وان شاء الله ان غدا نكونوا في يومنا ونفرحوا جماهيرنا ان شاء الله. بالنسبه لقوه المنتخب الجزائري عنده 5 لاعبين في المنتخب الاول، كيفاش تشوف هذه النقطه هذه؟ اكيد انا المنتخبات كلهم اللي حاضره هنا عندهم لاعيبه في المستوى، ولكن احنا يعني حتى احنا ما كنديوهاش في الاخرين، يعني المركزين على نفوسنا اكثر ما كنركزوا على الخصم، وكنظن ان يعني كما هما عندهم لاعيبه حتى احنا عندنا لاعيبه في المستوى، ولاعيبه ان شاء الله اللي غادي يكونوا في نهارهم غدا باش نفوزوا في المباراه ان شاء الله. الصوت اللي ممكن تخلينا نمشيو للدومين فينال هو نفس الشغل اللي درناه في المباريات اللي فاتت، ان نكونوا حاضرين بدنيا، نكونوا مركزين، ونطبقوا تعليمات الكوتش اللي ان شاء الله يعني كل مباراه كنطبقوها كيبان الفرق وكنفوزوا فيها. واش وصلتكم الاصداء ديال الجماهير؟ واش تفاعلتوا معاهم؟ اكيد ان احنا يعني من اول ما وصلنا هنا يعني شفنا ان يعني الجمهور متعاطف معنا، والجمهور يعني كيساندنا في كل مباراه. مباراه غدا اكيد ان عندها طعم خاص، احنا غادي نحاولوا نديروا كل ما في جهدنا ان شاء الله باش نفرحوهم ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.